أنا أحمد بكر، newborn photographer، بقالي professional في الفيلد ده سنتين. إحنا مع الـ CBC في مدينة نصر هنا بنعمل workshop للـ newborn، هيبقى على 3 أيام. أول يوم منها هيبقى نظري. اليوم النظري هنتكلم فيه إزاي how to start your business، إيه الـ equipment اللي إحنا هنحتاجها، إيه الـ newborn أصلاً photographer، ونتكلم عن الأوضاع الأساسية في الـ newborn poses. هنتكلم عن الـ tushy up، هنتكلم عن الـ sideline، هنتكلم عن الـ taco، هنتكلم على الـ 99، هنتكلم على pull shot. كل pose هنشرحه هو بيتعمل إزاي، إيه الـ tricks اللي بتتعمل فيه. تاني يوم كله هيبقى جايب الكاميرات بتاعته، وهنبتدي handling البيبي إزاي، نتعامل معاه إزاي لو هو مزمزق أو بيعيط نسكته، how to control the baby. وهنبتدي نخلي الناس اللي موجوده معانا تصور الحاجات اللي احنا الاوضاع اللي احنا اتفقنا عليها في الاول. تالت يوم ده اليوم بتاع الاديت. اليوم بتاع الاديت هناخد الصور اللي احنا صورناها تاني يوم، وهنبتدي نعمل عليها اديت صوره صوره، نشوف ايه الفكره بتاعت اغلبيه الصور، وهنعمل الاديت بتاعها، وان شاء الله نطلع نتائج كويسه.